مواصفات حياة بحول مرعشية. نتمنى لكم رمضان مبارك سعيد. إخواني الأعزاء خوت العزات، راحت السلام عليكم. اليوم جيتكم بطويجين ديال الدجاج بالفريت والزيتون، وبطبيعة الحال هذا الطويجين تيكون مزيد محبوب في شهر رمضان من بعد ديك الطبلة ديال الفطور اللي كتكون ثقيلة تبارك الله بالعصائر وكل واحد هو الخير ديالو. المهم تنديرو هذا الطويجين تيكون خفيف للعشاء، ولهذا كنطلب منكم انكم ما تنسوش انكم تدعموا لنا لاشين باش ان شاء الله نستمروا ونعطيو في كل ما في الشيء. هذا كنحتاجوا لهذا الطويجين. عندنا هنايا تقريبا بصله مشلوطه، عندي تقريبا هنايا وجبه تاع جوج الناس وتتضاعف الكميه على حسب الاشخاص. هنا عندنا تقريبا بصله مشلوطه، عندنا دجاج حسب شحال انت بغيتي. انا درت لها جوج فخيطات على حسب، كاين تقدري ديري حتى دجاجه كامله. عندك هنا الزيتون، هذه المسائل اللي هي ضروريه. عندك هنايا القزبر ومعدنوس، الثومه، الحامض، الزيت، وعندنا هنايا في التوابل عندنا الزعفران سميتو الابزار، سكنجبير، الملحه، وواحد شي شويه ديال السمن. يمكن تضيفي زعفران شعرة حتى هو مهم في هذه الوصفة. هذه وصفة عادية لرمضان، أما بالنسبة اللي كيكون فيها زعفران حور والتوابل خاصة تاع الطياب ديال العرس إن شاء الله غادي تطرقوا ليه من بعد. دابا غندوزو باش نديرو البصلة ديالنا تشحر ونضيفو عليها الدجاج ديالنا. هنا كي كتشوفوا إخواني الأعزاء أخواتي العزيزات، هاي الحمى ديالنا تتشحر مع البصلة. شتي كي ولات البصله ديالتنا هي كتشحرات، الحيمة تاعي شتي كي ولات اللون ديالها. دابا غادي نضيف ليهم التوابل. عندي كي قلنا هنا الثومه، غادي ناخذ منها واحد الكميه على حسب الدجاج. كديري جوج دروس ديال الثومه. هنا درنا شي شويه ديال السمن ما تكثريش، تقريبا دراسة المعلقة. نادت الحامض المصير وتردي البال على من الملحة، لاقاش الملحة المصيرة تيكون مالح، إلا درتيه تتفادي الملح حتى تذوقي. بالنسبة للتوابل عندي هنايا الخرقوم راس المعلقة اهو، باش ما كانت لي كمية زايدة ديال الدجاج كتزيديه في التوابل ديالك. الابزار كتقلي ليه تيكون حار. عندنا الراس ديال المعلقه ديال سكنجبير، هادو هما التوابل اللي درنا للدجاج ديالنا. غادي نمرقوه، هادي اكله كتكون خفيفه في رمضان حيت الفطور تيكون شي شويه ثقيل بالعصائر. هنا كنديروا اكله خفيفه بالفريت والزيتون. بعض المرات كنكثروا في الاكلات هي كيضيعوا، عرفتي رمضان بنادم ما تاكلش بزاف، ياكل وجبه غنيه بالفيتامينات وما يكثرش غير بالكثر كثر ما كاين ثاني. دابا غادي نمرق، تكثريش الماء حيت الدجاج هذا اللي ماشي بلدي العادي راه دغيا طيطيب، ما تكثريش الماء غير شويه. دابا غادي نلوح عليه الزيتون ديالو. هنا الزيتون كي قلنا تقدري ديري هذا، تقدري ديري داك الخضر ليك الاختيار الزيتون الموجود. وهذا هو الطاجين ديالنا من بعد ما نصبناه، غادي نخليه يدير جوج دورات ونسيرفيوه في الطاجين ديالنا مع الفريت. اخواني الاعزاء اخواتي العزات، من بعد ما درت الدجاج ديالي كيطيب استغليت الفرصه انني صوبت الفريت. ها هو كتاخذي بطاطا على حسب عدد الاشخاص اللي وجدتو لكم، واللي عندها شي مشكل اللي ما كيستقلاش الفريت او تتلقى فيه مشاكل غادي تحط ليا لي كومونتير غادي نقراهم وغادي ندير لكم عليه فيديو خاص. ودابا غادي ندوز باش نوجدو باش نرافق به الطاجين ديالنا. اخواني الاعزاء اخواتي الاعزاء، من بعد ما طاب الدجاج ديالنا حلينا عليه غادي نضيفو ليه شويه ديال القزبر ومعدنوس.
ممكن ديريه في الاول ديال الوصفه، انا كنفضل نخليه حتى الاخر باش تتبقى ديك النسمه ديالو شويه مجهده. ها هو درت واحد تقريبا نص معلقه كبيره صافي. دابا غنخليه حتى يشرب الماء ان شاء الله، ونقدمو لكم طبق التقديم بالصحه والراحه. هنا يا اخواني الاعزاء اخواتي العزيزات، من بعد ما توجد الطاجين ديالنا اللي ها هي الحيمه تحمرات مقرمله مع راسها، ودنا عليها داك الحامض، الزيتون ديالنا، البصله هي طايحه حتى هي مشحره مزيان بالتوابل اللي درنا، هنا وجدنا الفريت ديالنا. طبيعه الحال كتبقى الكميه ديال اللحم على حسب الاشخاص. وجدنا الفريت ديالنا اللي غادي نرافقوه للطاجين ديالنا بمناسبه الاكلات الخفيفه ديال رمضان ان شاء الله. كناخذ الفريت ديالنا كنرافقوه بهذه الطريقه هذه هكا، حتى هو الطاجين ديالنا. بقات شي حاجه غادي نسيغيوها هنايا، لاقاش هادو هما الاكلات اللي كيكونوا في رمضان زعما محبوبين، لاقاش بلاط الفطور تتكون شويه ثقيله. وهذا هو الطاجين ديالنا، وبالصحه والراحه.